كل معاني التقدير والشكر لكل واحد منكم، ونقول لكم ما قاله أمير الشعراء أحمد توفيق قبل أكثر من 80 عاما، يقيه عليكم ومع القصيدة طالب معكم صالح. قم للمعلم ووفي التبديل، ساد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أزل من الذي حكمة بليغة في ثمرة طالب العلم. قال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفتح نزل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الكتاب جزل رأيه، ومن لم يصل الفعل انفعه علمه. I am happy that you are my teacher. I enjoy each lesson you teach. As my role model, you inspire me to dream and to work on courage. With your kindness, you get my attention, and every day you're planting a seed of creativity and motivation to know and to grow and succeed. Wake up, sweetheart, and hear mom say, yay! All weekend I have thought of you. I hope you have thought of me too. Yeah.
لمديرة المدرسة الأستاذ سميكو.